إن من شوف هنا من للتبعيض من أيوه. يبقى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لكن ده مش مطلق. وقد تكون الزوجة، شوف ستنا خديجة ده دي لها يد على كل مسلم يوم القيامة. أول من أسلم ونصرت النبي بمالها ومؤازرة، شوف لما تقول والله لا يخزيك الله أبدا وأمنته وطمنته إنك لا تصل الرحم وتقر الضيف وتحمل الكل وتعينه على نوم، وذاك سيد النبي. والله يا سيدتي الأستاذ عبير أقسم لك بالله مش رياء على الهوى، أنا أقبل غبار نعل السيدة خديجة الله يرحمها. ليه؟ لها يد على يد كل على كل مسلم يوم القيامه. نشوف عملت ايه مع الرسول، ذاك الرسول بقى انت عارف القصه طبعا. وبعدين يقول لقد ابدلك الله، قال لا ما ابدلني الله خيرا منها، صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين منعني الناس ورزقني الله منها الولد. وكان من وفائه في فقه الاسره اذا ذبح اي ذبيحه شاء ولا خروف ارسله الى صويحبات خديجه. ومره امراه دخلت عليه فقام من على فراشه، وكانت عاده عند العرب اذا قام واحد عن مكانه اجلس الاخر زي ما كان بيعمل مع السيده فاطمه الزهراء عليها رضوان الله وسلامه. فبعدين من الناس استغربت من هذه المراه اللي الرسول قام لها من فراشه واجلسها على بساطه، فقالوا له مين دي؟ قال هذه كانت تزورون ايام خديجه. النبي الوفي المهذب المؤدب التقي النقي صلى الله عليه وسلم، الامرأة كانت تزورنا ايه ايام خديجة الله يرحم. انا متجوزة بقالي سنتين وجوزي هو الراجل الوحيد لامه، ودايما عايزني اخدمها وبيقول لي لو ما خدمتهاش فكده يبقى عليا وزر كبير وربنا هيحاسبني عليها، فهل ده صح ولا هل فعلا فرض علينا باننا نخدم حماتنا؟ احسنت. لا يا سيدتي حينما انظر انت عارفه انا